هاي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. انتوا عارفين طالما هنقف، يعني طالما واقفين يبقى في انبوكسنج او ستايلنج او الحاجات دي كلها. النهارده هنعمل انبوكسنج اللبس جديد جته لدي دي من عند كوزي كوم. تعرفين البراند دي انا بقيت بعشقها، وبجد بجد بقيت استنى كل طلبيه تيجي لدي دي للبس جديد. حقيقي بشوف حاجات انا ما شفتهاش، في كل مره بطلب وبفتح الويب سايت دايما بيجددوا، دايما عندهم اشكال مختلفه، عندهم كل ستايلات الاطفال، ان كان في الجزم، ان كان في الاكسسوري بتاعتهم، ان كان في شكل الملابس. يعني عندهم الهدوم اللي هي ساتس، وعندهم بنطلونات، وعندهم تيشرتات، وعندهم حتى الملابس الداخليه بتاعت الاطفال. وبجد الكواليتي يا جماعه تجنن. انا ما فيش مره بودي ديدي النيرسري الا ما بيدوني كومنت على لبس هي لابساه، يعني مسمينها فاشونيستا الحضانه بجد، من كتر ما هي كل مره بتروح باوتفيت مختلف عن التاني وكميه الدباديب. يعني انا ملاحظه ان اغلب اللبس بتاع كوزي كاب تلاقوا فيه دبدوب، يعني دبدوب في الجاكيت، دبدوب في البنطلون، عندهم الحاجات بتاعت الاطفال، تحبب الاطفال في اللبس. يعني ديدي عندها بجد ست بتموت فيها عشان الدبدوب اللي متعلق في الست ده، وتلاقوا فرحت ماسكه الدبدوب كده وتفضل تبوسه. بجد لبسهم خطير ومختلف حقيقي. فالنهارده انا عامله طلبيه خطيره لديدي من عند كوزي كاب، فمش عايز اطول عليكم. يلا في الانترو هتلاقوا ديسكاونت كود اكيد موجود على الشاشه، وهحاول ان انا اقيس ديدي كام طقم منهم. مش هعرف طبعا اقيسها كل القطع، بس عشان تشوفوا الفات بتاعها. كل مره بجيب لديدي دايما بكبر المقاس شويه. المقاس اللي انا جبته النهارده 18-24 عشان يكمل معاها قدام حبه، فاهمين؟ فبس كده حبايبي، ما تنسوش لايك للفيديو، اشتركوا في القناه والقناه التانيه بتاعت الفلوجز، وكمان اعملوا لي فولو على انستجرام. ويلا بينا على طول نبتدي. هنبتدي باول خمسه، وهنفتحهم خمسه خمسه كده لان هم 20 قطعه تقريبا. جبت لها البنطلونات دي، لقيت عندهم ساتس حلوه قوي للبنطلونات اللي هي الميلتون دي، عارفينها، او اللي هي اسمها سويت بانتس، تمام. جبت واحد كده لونه اسود، انا عندي زي ده بالظبط نفس اللونين دول. وجبت لها واحد تاني لونه رمادي ومكتوب عليه من هنا نيويورك. وخليني برضو اوريكم من جوه، هو من جوه في اللي هي الفروه اللي بتدفي دي، عارفينها، فصراحه بتبقى خطيره، بتدفي لها جسمها من جوه. جبت لها اتنين لان دي الالوان الاساسيه عشان النيرسري، يعني النيرسري لازم البسها طقم وهي نازله، وفي طقم بيكون معاها في الشنطه فلازم يكون عندي من الحاجات دي. السات دي عباره عن بنطلون كده زي ما انتم شايفين، بيسك قوي، وبرده من جواه الفروه او التبطينه اللي هي عامله زي الفرو شويه كده، وبيجي معاها سالوبيت كده كيوت، وعليها من هنا زي بير ولافف كوفيه وكده، ومن تحت بكباسين، فدي لطيفه جدا. وتعالوا بقى بصوا الجاكيت بتاعها، كيوت يا جماعه، شكله خطير. بيجي ببتاع كده بيتقفله، كان عندي جاكيت زي ده وانا صغيره، او مش جاكيت، عارفين اللي هو البتاع اللي كان اسمه ايه، اللي كان بيلبسوه لكل الاطفال، التريكو ده، عارفينه، كان فيه زرار نفس الشكل ده كده. بصراحه شكله كيوت جدا، وزي ما قلت لكم انا جايبه مقاس 18-24. الطلبيه اللي فاتت كنت جايبه فيها بنيات كتير قوي، اصلا كل الطلبيات كنت جايبه فيها بنيات كتير قوي، لان انا بالنسبه لي الشتا بني، لدرجه ان في الحضانه عندها قالوا لي هو انت بتحبي البني قوي كده، لبس ديدي كله بني، فقلت لا لازم ندخل شويه بينكات بقى. دي سات برده، ده شكلها كده، هي بنطلون بس تعالوا كده على الزوم بصوا شكل البنطلون، يا رب تكونوا شايفينه، انا عايزه اخرج انا من الزوم. مدلع كده عامل زي مربعات وناعم ناعم ناعم يا جماعه، ومن جوه مش فيه الفروه، يعني من جوه ما فيهوش الفروه اللي بتبقى من جوه، فلازم تلبسوهم حاجه من تحتيه. انا ما جبتش حاجات تقيله قوي كتير لان شويه الشتاء هيختفي وهيجي الجو الحلو ده، فيبقى يا دوبك الهدوم دي، فما حاولتش اجيب حاجه مبطنه كتير. ده كده شكله كيوت ديالا، انا بحب قوي اجيب لها الحاجات اللي هي بتتراب او بتيجي كده، بيبقى شكلها مسخره في البيت، تبقى عسوله قوي. ده شكله كده، وبيجي من هنا بزرارين اللي هو بكوبشه واستك ده، عارفينه، بس شكله كيوت، وحاساها تبقى شبه اليابانيين كده. خدت لها كمان السالوبيت دي، هي صوف، خليني اقرب لكم عشان تشوفوا الماتيريال، اوكي، وده شكلها، وعليها بنجوين كده من هنا. بصوا انا عجباني قوي، بس النقطه الوحيده اللي حاسه ان هي هتبقى معسفه شويه فكره ان من تحت زراير مش كباسين. انتوا عارفين عشان اقعد ديدي واعمل لها كل الزراير دي كلها هتعمل فيها ايه؟ يعني هم ما عندهمش صبر، انتوا عارفين، في الغيارات، ومن فوق مش واسعه قوي، يعني بصوا زرارين بس، فما اظنش ان انا هعرف البسها لها كده، فهنتعذب في موضوع الزراير ده. دي برضو سالوبيت، تمام، لونها بني. وبصوا بقى انا بحب الحاجات اللي فيها سوسته طويله دي، شايفين من السوسته من فين لفين، حلوه قوي، وحاطين زي بادج كده في الاخر عشان يغطي شكل السوسته، وهي لونها بني وليها كده
بتوعتين كده من فوق، صراحة شكلها حلو، والجسم بتاعها من جوه ما فيهوش الفرو ده، بس يعني مش عارفه هو فيه ولا مش فيه، يعني ده مش شكل الفرو اللي هو باين قوي، بس برضو من جوه ناعم، فمش عارفه ده يتحس بانه فيه ولا يتحس بانه ما فيهوش. بس قلت لكم انا مش عايزه اجيب لها حاجات تقيله قوي، لان الشتاء كلها شهر شهرين ويختفي. ويلا بينا على الخمسه التانيين. نيجي لدي بقى عشان بجد انا كنت مستنياها، بس خلونا نفتحها عشان الزيبر دي وقعت، البتاع اللي بنفتح بيها. اوف اوكي. بصوا يا جماعه، في دي في النيرسري بيبقى ليها سرير عشان الناب تايم بتاعها، فبتبقى محتاجه ملايه، وانا عندي الملايه بتاعه السرير بتاعها، بس الفكره ان انا لما بحط الطقم بتاع السرير بتاعها بيبقى ناقص الملايه، فكنت عايزه اجيب ملايه هي تفضل في النيرسري، هما بيفرشوها طول الاسبوع بيدوها لي يوم الخميس عشان اغسلها، فجبت لها ملايه زي دي استك كده اوكي عشان تمسك في المرتبه اللي عندهم، ودي دي تنام عليها، والبرنت بتاعتها كمان حلوه قوي وتايجر كده، وشايفين بتمط، والخامه بتاعتها بجد حلوه جدا، ودي في الصيف بقى هتبقى عارفين الخامه البارده بجد اللي تخليكي نايمه كده كانك نايمه في الجنه، بصراحه الماتيريال بتاعتها حلوه قوي، وانا شفت ناس كتير كاتبين عليها ريفيوز حلوه عشان كده انا جبتها، فصراحه شكلها خطير وكنت بجد بجد محتاجاه. جبت لها جاكيت لونه رمادي كده، وهو متبطن من جوه بفروه يا جماعه، الحاجات اللي بالشكل ده بيبقى مكتوب عليها حتى على الصفحة بتاعتهم ان جواها ورمر او حاجة بتدفي، فبصوا من جوه فرو، خليني اقرب لكم، شايفين الفروة دي خطيرة. انا لازم جاكيت الصبح، ودي دي رايحة النيرس لان الجو بيبقى برد، فبلبسها جاكيت فوق الهدوم اللي هي لابساها، وبحب يكون الجاكيت مبطن كده لان الجو بجد بيكون ساقع، وشكله كيوت، هي ما عندهاش حاجة رمادي، يعني الجاكيت اللي عندها بني وبينك، فكنت محتاجة ان انا اجيب لها واحد في الالوان الاساسية، وزي ما انتم شايفين في زي فار كده، بس شكله حلو قوي. ساتس البيت انا ما استغناش عنها، وبيتغيروا دايما لان هم بيتبهدلوا بسرعة قوي، خدت لها السات دي كده، بصوا هي لونها اللون اللي هو البصلي الغامق شويه كده، وفيها زي استك من تحت بس مش ماسك قوي، يعني ملموم بس شويه من تحت، وده لونها، وبيجي معاها زي كده شايفين زي تي شيرت كده، صراحه شكله حلو قوي، وفي هاي نيك كده، يعني في سوسته عاليه لغايه فوق، كنت اتمنى الصراحه الحته بتاعت السوسته دي تكون مقفوله بقماشه كده كانوا بيبقوا حاطينها، بس عشان ما تضايقهاش في زورها، انا عندي دي بتتخنق شويه، ومعاها طاقيه تقريبا ومعاها طاقية دي كده، بس هي مش نفس اللون قوي، يعني حاسة الطاقية لونها شوية على بينك، وده لونها بصلي، فمش حاساهم ماتشنج شوية، فممكن استخدمها لحاجة تانية. خدت لها السات دي لاني عجبني لونها الصراحة، هي لونها اللي هو المارون ده، او اللون اللي هو الاحمر اللي داخل شوية على مبيتي ده، شكلها كده، هي خفيفة يعني هتحتاج ان هي تلبس حاجة من تحتها، بس انا جبتها عشان الوقت اللي هيبقى الجو فيه حلو، اللي هو شهر 5 و6 كده بيبقى الجو فيهم حلو، ايه جبتها لها كده، بس هي مش مبطنة من جوه يعني عادية، وده التيشيرت بتاعها، هي بيسك قوي، هي للبيت يعني بيسك قوي، بس عجبني قوي اللون بتاعها، وعجبني القلوب اللي موجودة فيها دي. بصوا بقى الدرس ده انا جبته لديدي عشان عيد ميلادها، يعني ان كيس عملنا لها عيد ميلاد او عملت لها فوتو سيشن زي عيد ميلادها اللي فات، هلبسها الفستان ده، عجبني شكله قوي يا جماعة، حسيته فيمينين كده، عارفين طبعا انتم مش شايفينه لانه هو نبيتي غامق، بس هو قطيفة. بصوا يا جماعة بجد لو عندك بنوتة وبتحبي تلبسيها فساتين، الفستان ده من احلى الحاجات اللي هتجيبه لها بجد، شكله كيوت وانه قطيفه كده، وبصوا لكم بتاعه، والنبي بصوا لكم يا جماعه، اقسم بالله قمر، وبرده هنا في رافلز دي برده هنا وعلى الاكتاف، انا عايزه البسه لها على كولون اسود وجزمه بقى، ما نشوف ساعتها ايه الجزمه اللي هتبقى موجوده، لان انا ما عنديش جزمه حمراء ولا عندي جزمه سودا غير بوت اسود وملون، فمش عارفه هيظبط عليها ولا لا، بس ده شكله كده خطير بجد، شكله قمر. ثالث خمسه، اوعوا تكونوا زهقتوا، احنا لسه معانا شويه. خدت لها البنطلونين دول، هما وايد ليج يعني رجليهم من تحت كده واسعه، يا رب تكونوا شايفين، بجيلكم عند الابيض عشان تشوفوا رجليه وايد كده، وده شكله من تحت كده عسول قوي. خدت لها اتنين برضو الابيض والاسود، شكلهم حلو قوي، دول هيبقوا حلوين قوي في الصيف، لكن في الشتاء لازم نلبسها حاجه تحتيهم. الشكل ده او شكل الفروه ده انا بقيت بعشقه، انا جايبه لها منه جاكيت، استنوا الجاكيت اهو، يعني بصوا جايبه لها منه الجاكيت ده نفس شكل الفروه اللي عامل زي فروه الخروف كده شويه، في ريحه البرفيوم بتاع دي ده شكله كده. خدت لها بقى من نفس الشكل ده لاني حباه بجد قوي، خدت لها السلوبيته دي، قد ايه تحفه يا جماعه، حلو قوي. بص الدباديب زي ما قلت لكم، كوزي كاب مشهورين قوي بموضوع الدباديب اللي على الهدوم، زي ما يكون كده كانهم بيحببوا الاطفال في اللبس، بصوا شكل الدباديب دول يجننوا، هم لازقين
اوكي، وبتفتحوها بكبسين من جوه هنا، وده شكل السالوبيت كده قد ايه. بتبصوا بصوا بصوا القرنين دول، هتبقى بطاطا فيها، وليها من تحت كده رجل ماسكه شويه، بس متخيلها عليها هتبقى خطيره. دي لو انت مثلا في مصر في الجو بتاعنا وشتا تلبسيها من تحتها كت بس، لان دي بتسخن الجسم بطريقه مش طبيعيه. قلت لها برده السات دي عليها بنجوين كده، مش عارفه ايه حكايه البنجوين معانا ده كده، شكلها هي خفيفة فتنفع في الجو اللي هي خريفي شوية مش الجو الساقع قوي، وعليها برضو بنجوين من ده. تاني بنجوين النهاردة، ده شكله بس كيوت قوي، والكم فيه زي ماسكة من هنا مش واسع، وبرضو من هنا كده. انا بحب الشكل اللي هو فيه حاجة ماسكة شوية، بيبقى جميل قوي على البنطلونات اللي بتبقى ماسكة على البنات، بيبقى شكلها حلو قوي. تلها دي اوكي، دي زي سات كده برضو صوف، خليني اقرب لكم. اوكي، ومن هنا كده بأستك شوية، حسيت تطلع كبيرة شوية بس مش مهم يعني، عشان تكمل معاها الشهرين تلاتة دول اللي فيهم البرودة كلها. وده شكل الجاكيت، بس استغربت ان الجاكيت من جوه فيه دفاية، الدفاية اللي هي القطعة اللي بقول لكم بيبقى زي تدفئة، مش تحتاجي تلبسي حاجة من تحتها، بس البنطلون مفهوش. ففي الحالة اللي زي دي من فوق نلبس كات ومن تحت نزود بنطلون كمان، بس شكلها كيوت قوي. وزي ما قلت لكم انا بحب الحاجات اللي بتبقى جاية مقفولة كده من الجنب، بيبقى على دي شكلها زي القمر. دي مكتوب عليها ايه؟ كيوت بيبي، وهي دي كيوت اصلا. بصوا بقى دول تلات بنطلونات مع بعض، اعتقد في منهم الوان تانية، بس يا جماعة اول ما شفتهم اتوهمت بيهم لان شكلهم كيوت قوي. بصوا ده شكل كده البنطلون، ومن تحت في زي تانية كده انت بتتنيه كده، بيبقى عسل قوي، حاساه شكله كيوت جدا والله يا جماعة. ومن جوه في دفاية، يعني من جوه القماشة اللي هي بتاعت التدفئة، انا مش عارفة كنت تكونوا شايفينها اصلا من الاضاءة ولا لا، بس في القماشة بتاعت التدفئة، فحاساه حلو قوي. في منه ثلاث الوان، يعني انا خدت التلات الوان هما سات مع بعض، خدت الجراي، والجراي في من تحت اوف وايت، والاوف وايت في من تحت هافان، والهافان في من تحت بيج. اوكي، حسيت شكلهم كيوت مش عارفه ليه، ومضلعين كده شكلهم هيبقى حلو قوي، فاخدت دول. انا معرفش بتهيألي في الوان تانية منهم ولا لا، بس انا عجبوني الثلاث الوان دول قوي. طبعا ما ينفعش نعدي على كوزي كوب من غير ما نجيب لها شوزين حلوين كده، فتعالوا نفتح الهدوم الاول وبعد كده نفتح الشوز. خدت لها السات دي كده زي ما انتم شايفين، هي صوف وفيها زي لوب، واللون بتاعها كده شويه سيمون، ومعاها التيشيرت ده برضو فيه زي رافلز كده من هنا، شكلها كيوت قوي وبجد ناعمه، يعني الصوف بتاعهم بجد ملمسه حلو قوي، حاسه شكلها كيوت قوي. خدت لها كمان السات دي زي ما انتم شايفين كده، هي فيها زي قطتين كده من عند الرجل، ومن جوه فيها القماشه اللي هي بتاعه التدفئه دي، ليه انا مش عارفه هما بيسموها ايه، وعليها التيشيرت ده كده، عليه هنا قطط، بتحب القطط جدا على فكره، تقولي كات، ده مكتوب عليه بلاي توجذر. بصوا ده شكله، وبرده جواه نفس البتاع اللي جوه دي اللي هي بتدفي الجسم شويه. اخر قطعه ملابس وبعد كده هنفتح الشوزات. دول سالوبيتتين، انا بحب قوي اما اشتري هدوم احس ان انا كسبانه، يعني احب قوي الحاجات اللي بيبقى فيها فاليو كده، اللي هو تاخدي ثلاث حاجات مع بعض، تاخدي حاجتين مع بعض، بحس ان انا وفرت، مش عارفه ليه بس انا بحس كده. دول سالوبيتتين كده اوكي، ده شكلها واحده لونها نبيتي، انا بحب الحاجات دي للبيت، السالوبيتات بالنسبه لي منقذ بجد والله. ده شكلها، ومن تحت فيها كباسين، ودي حاجه مهمه جدا بصراحه، حلوه وباينه ان هي تقيله. وخدت منها كمان الرمادي، انا عارفه ان هي باينه انها ولادي اكتر، بس عادي دي بتلبس رمادي ما عندناش اي مشكله. وليها جيبين كده، حساهم شكلهم كيوت قوي. والخامه اللي من جوه برضو فيها اللي هي التدفئه دي، اللي هي الخامه بتاعتها عامله زي الفرو شويه كده. الشوزات انا بحب قوي الشوزات بتاعتهم، وفعليا مفيش مره لبست الشوز بحسش اني بجد جبت حاجه حلوه لديدي، وهي طالعه بتموت في الشوزات زي ابوها، ابوها بيحب الجزم جدا، فجبت لها الشوز دي. اوكي، ده شكلها كده قد ايه عسوله، يعني قد ايه الشوز شكلها حلو قوي. وعايزه اوريكم حاجه بجد عشان تركزوا في التفاصيل اللي بيحطوها لللبس بتاع الاطفال. بصوا يا جماعه الجزء ده مش عارفه تكونوا شايفينه ولا لا، الجزء اللي جوه الشوز، الاطارات اللي حوالين الرجلين اللي هنا دي كلها فرو، يعني مش فرو، الخامه اللي هي التبطينه اللي بتبقى جوه الهدوم، الخامه الناعمه اللي عامله زي الدفايه كده، يعني بصوا عاملين ايه، حتى الرجل على فكره، حتى الرجل من جوه ناعمه، يعني كان حد حاطط لهم شموع، عارفين شموع، كان حد حاطط لهم شموع من جوه. فشوفوا هم مهتمين بتفاصيل الاطفال ازاي، يعني بصوا حتى اللسان بتاع الجزمه، يعني يا رب تكونوا شايفينها برضو فيها الشموع ده،
يعني ناعم قوي. فشوفوا هم مهتمين بتفاصيل الاطفال ازاي، بجد احلى براند جوه ابلكيشن شي ان هي كوزي كاب. الشوز التانية بقى عجباني اكتر من الشوز الاولانيه، بصوا شكلها عامل ازاي، خليني كده اقرب لكم واريكم الديتيلز بتاعتها. بصوا الحلاوه، وبصوا هنا عليها اللوجو بتاع كوزي كاب قد ايه شكلها حلو قوي بجد. بس هي من جوه مش مبطنه زي الشوز التانية، يعني دي رياضيه اكتر، دي تحسوها كده اللي هو مريحه اكتر، عارفين كده. بس عجباني جدا يعني بجد شكلها حلو قوي. دي عندها بالظبط بالظبط دلوقتي ممكن سنه وتسع شهور او عشر شهور، يعني في شهر خمسة حتم سنتين، بتلبس مقاس 23، وبالنسبة لي 23 ده بيبقى واسع شوية، وانا بتعمد ده ان انا اجيبه لها واسع السنة عشان يظبط على رجلها. فديدي مقاسها 23. وبس كده يا حلوين، دي الحاجات اللي انا اشتريتها لديدي من براند كوزي كاب اللي موجودة على ابليكيشن شي ام بكل سهولة. انت ممكن تلاقيها، بتفتحي السيرش بار وتكتبي فوق كوزي كاب، هيجيب لك البراند، عندهم كل حاجة، لبس اولادي، لبس بناتي، جزم، عندهم اكسسوارات للاطفال زي المش زي الفرش، عندهم ملايات للسرير، عندهم الفوط الصغيره بتاعت الاطفال، عندهم بفتات، عندهم كل حاجه، فعليا كل حاجه، عندهم اطباق، انا جبت من عندهم طبق حلو قوي لديدي. فبجد عندهم كل حاجه، يعني مش براند بس بيبيع لبس بنات عشان بعرض لكم لبس بنات بس، لا عندهم لبس ولاد يجنن، تبقي عايزه تجيبيه للبنت تلبسيه لها يعني عادي مفيش مشكله. فبجد هتنبسطوا جدا لو عندكم اولاد ان انتوا تجربوا براند كوزي كاب، لان فعليا الماتيريال بتاعت الحاجه بتاعتها تحفه. اكيد طبعا الديسكاونت كود هتلاقوه موجود على الشاشه، وهتلاقوا الاكواد بتاعت كل قطعه موجوده على الشاشه، تسهل عليكم ان انتوا تجيبوها برده بكل سهوله. بتاخدي الرقم اللي موجود تحت الصوره وتفتحي السيرش بار على الابلكيشن بتاع شي ان وتحطي فيه الكود، بيطلع لك القطعه بالظبط. وبس كده يا حلوين، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.